السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في كل مكان وفي كل زمان. اليوم بدنا نواصل حديثنا عن العمود الفقري وأمراض العمود الفقري. سوف أخصص هذه الحلقة اليوم عن التهابات العمود الفقري وخطورة هذا الموضوع وضرورة التعامل معه بحرص وبمسؤولية عالية جدا. خطورة الموضوع هو أنه التهاب العمود الفقري ليس مزحة. التهاب العمود الفقري هو التهاب خطير وقاتل، ولا يحتمل التأخير في علاجه أو التهاون في علاجه في أي حال من الأحوال. ماذا نعني بالتهاب العمود الفقري؟ التهاب العمود الفقري هو انتقال نوع معين من البكتيريا عن طريق الدم أو بطريقة مباشرة إلى العمود الفقري، عظام العمود الفقري أو عظام العمود الفقري مع الغضاريف. في حال إذا كان العمود الفقري عظاما فقط حصل فيها التهاب يسمى المرض سبونديلايتس، وإذا كان الديسك involved كان الديسك أيضا مصاب فيسمى سبوندايلو ديسكايتس. عادة المعروف أنه يتم انتقال المرض إلى العمود الفقري عن طريق الدم، يعني يكون في التهاب موجود في جسم الإنسان في مكان ما. أكثر الأماكن المشهورة هي بطانة القلب الداخلية. يكون عند المريض التهاب بطانة القلب الداخلية ما يسمى بالإندوكاردايتس، أو يكون عنده التهاب في الأسنان أو في اللثة أو التهاب في أصابع الأقدام، فينتقل البكتيريا عن طريق الدم ما يسمى بالبكتيريميا أو سبتيسيميا، تسمم الدم أو خماج الدم، وبتروح البكتيريا إلى أماكن عدة في جسم الإنسان أحدها هو العمود الفقري. مجرد وصولها إلى منطقة معينة في العمود الفقري هذه البكتيريا ومع قلة مناعة الإنسان، إذا كان المريض عنده مرض نقص مناعة مكتسب أيدز بياخذ كورتيزون لعلاج مرض الأستما مثلا أو أمراض مناعية أخرى، وعنده مالتيبل سكليروزيس اللي هو الصلب الويحي، أو عنده أمراض أخرى مثلا في الدم زي اللوكيميا والليمفوما أو أيا كانت الأمراض اللي مصاب بها الإنسان اللي بتسبب إلى نقص المناعة، أو إنسان مدخن أو امرأة في فترة ما يسمى بما قبل سن اليأس. هؤلاء المجموعة من الناس يكون عندهم المناعة قاصرة، ولكن لا يمنع أن الناس اللي ما عندهم قصور في المناعة يصابون أيضا بهذه المشكلة. كيف تظهر هذه المشكلة وكيف أعراض المشكلة؟ هذه أعراضها هي آلام مبرحة جدا في الظهر، حمى، شيفرينج، ارتعاش بارتعاشية الحرارة، وعرق خاصة في الليل. هذه الأعراض اللي هي العادة المتعارف عليها. بيجي المريض المستشفى بهذه الأعراض. طبعا نحن نسأل المريض إذا كان عنده مجال التهاب في القلب سابق، نكشف طبعا على المريض من شعره إلى أخمص قدميه، نبحث على أي منطقة دخول بكتيريا أو جرح ملتهب أدى إلى دخول بكتيريا إلى الدم، ونسأل المريض أيضا إذا كان المريض تعرض إلى أي عمليات جراحية في الظهر أو حصل حقن لفقرات الظهر قد تكون أيضا هي السبب، أو حتى حقن عن طريق الوريد ممكن يكون أيضا سبب لهذه المشكلة. طبعا قلت لكم هذه المشكلة جدا خطيرة. مجرد ما يتم الاشتباه في أنه المريض عنده هذه المشكلة نعمل أول أشعة عادية. الأشعة العادية هتورينا للظهر طبعا هتورينا حدود الغضاريف، حدود منطقة الغضاريف العظام قد بدأت تتآكل من البكتيريا. البكتيريا بتأكل العظم فبتعمل ما يسمى بالأوستيولايزس، أوستيولايزس هو تآكل العظم. نضطر طبعا على طول نعمل رنين مغناطيسي مع الصبغة. الرنين المغناطيسي طبعا لابد وأن يعمل لأنه هو أفضل ما يمكن أن يرينا الأنسجة اللينة، مش العظام ولكن الأنسجة اللينة، بمعنى أقدر أشوف الغضروف، أقدر أشوف الحبل الشوكي، أقدر أشوف الأعصاب، أقدر أشوف إذا كان في خراج، إذا كان في صديد أشوفه، وهذا أهمية الصبغة. الصبغة عشان أشوف الصديد، والصبغة عشان أشوف الالتهاب اللي موجود في العظم. في حالة إنه ما في صبغة وفي التهاب في العظم هيوريني إنه في تجمع مائي، ولكن الصبغة تعمل له إضاءة فيبان عندي لونه أبيض مع الصبغة،
فاعرف انه هذا نعم هذا خراج وليس ماء نتيجه احتكاك عظم بعظم. طبعا حيورينا الصبغه ايضا اذا كان الصديد والخراج انتقل الى العضلات المجاوره للعمود الفقري، وطبعا هنا يتم تحديد نوع العلاج. انا من المدرسه اللي بتفضل العلاج الجراحي، بمعنى الدخول جراحيا والتخلص من الخراج بالكامل وتثبيت الفقرات لمنع حركتها، لانه كل ما تحركت الفقرات اكثر يكون في فرصة لانتشار الالتهاب لأماكن أخرى وتوزيع الخراج المليء بالبكتيريا الحية والميتة إلى أماكن أخرى من الجسم، خاصة في البطن والعضلات المجاورة للعمود الفقري. فبتثبيتها بالمسامير والأعمدة يتم التخلص من مشكلة الحركة، فيتسمح للمريض بعد العملية أن يوقف ويمشي ويتحرك. في حال أي سبب كان يمنع أن المريض يعمل العملية الجراحية، أن المريض مش عايز العملية الجراحية، أن المريض عنده مشاكل تمنع تخديره، أن المريض يعاني من مشاكل في القلب متفاقمة جدا أو في الرئة متفاقمة جدا تمنع من أنه يدخل العملية الجراحية وينام على بطنه لعمل العملية الجراحية، لا بلاغ إلا بالله، حيتم تعامل مع المريض طبعا بالمضادات الحيوية، زائدا منعه من الحركة من 6 أسابيع إلى 3 أشهر. أنا مع المدرسة اللي بتحفز أو بتأكد على موضوع منعه من الحركة لمدة 3 أشهر مع المضاد الحيوي. في مدرسة ثانية بتقول لك لا، أعطيه مضاد حيوي وخليه نايم على الفراش إلى أن يصل نسبة الالتهاب في الدم إلى النسبة الطبيعية. بنستخدم هنا بارامتر يسمى سيري اكتيف بروتين CRP، والطبيعي عادة يكون هو 0.5 ميلي جرام لكل لتر. فإذا وصل إلى هذه المرحلة نسمح للمريض أن يقوم ويمشي، فإذا كان لا يزال أعلى من هذه المرحلة يظل نايم على الفراش. تنتهي عادة من 6 أسابيع إلى 8 أسابيع، بعض الأحيان 3 أشهر أيضا ما تكفي، فيضطر انه ينام فترة اطول. وهذه المرحلة هذه المدرسة انا ما ايدها كثير لانها ما هيش دقيقة جدا. طبعا يجي للسؤال ما بين الجراحة وعدم الجراحة. طبعا زي ما قلت لكم اذا المريض صحته تساعده ممكن يعمل عملية جراحية وهو يريد تعمل عملية جراحية. هي من العمليات الجراحية التي تعتبر ما بين عملية طارئة والغير طارئة، لابد من موافقة المريض ولكن تعتبر طارئة، بحيث انه لو دخلنا كل ما دخلنا اسرع كل ما تخلصنا من البكتيريا بشكل اسرع، وكان فرصة حصولنا على نوع البكتيريا أيضا أفضل. كيف نعرف نوع البكتيريا؟ نعرف نوع البكتيريا عن طريقتين أساسيتين. الطريقة الأولى طبعا لما يجي المريض واكتشفنا المشكلة في الرنين المغناطيسي، يتم أخذ عينة دم زراعي من المريض 3 مرات، المرة الأولى إذا وصل، المرة الثانية بعد ما يوصل بفترة معينة بساعات معينة، المرة الثالثة في اليوم الآخر. ويفضل طبعا أن يأخذ الدم والمريض درجة حرارته مرتفعة. طبعا حنشوف تحت الميكروسكوب أو في المزرعة نوع البكتيريا اللي موجودة في الدم اللي انتقلت إلى العمود الفقري. الفحص هذا يكون إيجابي عادة في فقط 20% من المرضى. والطريقة الثانية هو أنك تدخل جراحيا للمنطقة اللي فيها الالتهاب وتأخذ عينة من العظم، تأخذ مسحة من القناة العصبية وتأخذ مسحة من الغضروف إذا الغضروف أيضا ملتهب، وعينة بالكامل تأخذها وترسل المختبر الميكروبات ويتم الكشف عليه ومعرفة نوع البكتيريا. هذه الطريقتين. بعد ما يخرج المريض من الجراحة إذا طلب جراحة أو ما طلب جراحة، مجرد ما يكون عندي عينات أقدر أفحص منها البكتيريا أبدأ بالمضاد الحيوي. ممنوع أبدأ بالمضاد الحيوي قبل ما يكون عندي عينات تبين لي نوع البكتيريا اللي موجودة. ينصح دائما بالبداية بمضادات حيوية تغطي عدد كبير من البكتيريا، وضروري يكون أيضا المضاد الحيوي عنده قدرة للدخول إلى العظام. فهناك لستة معينة من أنواع المضادات التي يمكن استخدامها في هذا الوضع، وفي مضادات حيوية لابد وأن يتم إرفاقها بمضادات حيوية أخرى. فلا تتفاجئوا من الطبيب إذا صرف لك مضادات حيوية في المستشفى بجرعات عالية جدا عن طريق الوريد، أو صرف لك أكثر من مضاد حيوي في نفس الوقت. هو صحيح لازم يعمل هذا الشيء لمكافحة البكتيريا والتخلص منها، لأنها فعلا خطرة، قد تؤدي لا قدر الله إذا تم إهمالها إلى ما يسمى بالبكتريميا والسبتسيميا وهو خماج الدم والوفاة. هذا لليوم، وأتمنى أن يكون وصلت لكم رسالة مفيدة. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.